اهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صالح جدا. تقرير دولي بين بلي ان الجزائر من بين ارخص دول العالم من حيث تكلفه المعيشه. تابعوا معنا كيفاش كان راي المواطنين الجزائريين على هذا. تقرير دولي بين بلي ان الجزائر من بين الدول الارخص من حيث تكلفه المعيشه، يعني المعيشه في الجزائر رخيصه، واش رايك؟ امبوسيبل خويا العزيز، المعيشه في الجزائر هاد العامين توالا غاليه بالبزاف. 200,000 نهار، 250,000 نهار ما تكفيكش. لازمك 6 ملايين 6 ملايين ونص في الشهر، ويا ربي الحمد لله عايشين غايه كاع لا يدومها. كلش رخيص؟ ماشي كلشي رخيص، لا ماشي كل رخيص. كيما المواد الغذائيه الحمد لله رخيصه، كيما المواد الغذائيه رخيصه، ماشي هذا حق حاجه حق. كيما الخبز كيما نقولوا، كيما في فرنسا شحال تلقاه يتقى مالك ودي ليكيفالون تاعه يتقى لك برك 200 ميل تيبان فهمت. بصح كيما الحليب الخبز الخضره الحمد لله بصح رخيصه، مي لابي ضعيفة، ما توالمش بارابول المعيشة تاع عائلة جزائرية. يعني لاباي ما يقدرش يشري بها كلش وش يسحق قاعد. امبوسيبل. مالغري المعيشة رخيصة. مالغري المعيشة رخيصة ما ينجمش. ما ينجمش، ما يكملش شهر واش 15 يوم 20 يوم يلقى روحه سلف لي ولا. كيفاه تقول لي رخيصة؟ وين رخيصة؟ وأنت الصالير تاعك تدي في 60,000 في النهار. 60,000 في النهار. 60,000 في النهار العام اليومي، صافي القهوة محروم يشربها الجزائري، تقول لي وينها صاحبي وينها؟ تشوف المعيشة شوية غالية. كلش غالي كلش غالي. نحي شوية الخضرة على المدة الفايتة شوية هابطة شوية الخضرة، سينو كلش غالي، ما كانش حاجة رخيصة. ما كانش حاجة رخيصة. والتقرير هذا اللي قلت لك على حسب الناس اللي تدي في لي سالير يخلصوا بالاورو، هذوك عايشين فيها، بس اللي يخص بالدينار هكا على بالك الدينار او ديما ماشي في الهابط. إيه القرية باطل، الاولاد الترونسبور تاع لي زيتيديون باطل، إيه الحمد لله، هاي. لوطوروت باطل، واش راه يزيدونا؟ خير ربي. تقرير دولي على اساس واش؟ على اساس بالك الاوروبيين كون يجي هنا يقدر يعيش، بصح الجزائري هنا ما يقدرش يعيش. اسمع لي انا يظهر لي في رايي هكذا. الجزائري ما يقدرش. وليدي البطاطا كيف ما لقيتها في دولة بالسومة هذه تاع 25 و30 دينار. طماطم طيشوها سي هذاك خير ربي، الخبز مدعم، الحليب مدعم، خير ربي. لا لا خير ربي. المعيشه رخيصه. المعيشه رخيصه. كيما بلدان العرب حنايا رانا العيشه تاعنا بارابور شي بدول العرب حنا خير منهم الحمد لله. هاو ماشي كاع كاين دول كيما باريس تروح لتونس ولا المغرب الخبز عندهم ماشي مدعم. حنا تاعنا مدعم تاعنا الخبز فاهم؟ هذا الشيء اللي باغي نقولها لك. يعني المعيشه رخيصه. الحمد لله يا ربي الحمد لله. رانا في نعم واحد يحمد الله. كل شيء زاد. ليسونس تالي خويا العزيز، هاني جيت من بليد عندنا هنايا. تشوف بلي السلع مدعمة. منين مدعمة؟ منين هاي وريني. الخبز. الخبز. الحليب. الخبز دوكا ما مش ياكلوه حتى الناس هذوك كله يديروه الاخر ما مش ياكلوه، هم ياكلوه زوج ثلاثة في النهار، ماشي صح في الخبز، الحليب هذاك يلا كولير خويا العزيز. Par exemple, au lieu d'acheter un ordinateur en France ou là ailleurs, il est préférable de l'acheter en Algérie. C'est beaucoup moins cher, oui. Les téléphones portables, kif kif, au lieu d'acheter à l'étranger, il vaut mieux acheter ici. Mais on achète le mec là et tout ça, c'est cher. Batata ghalia, tomate ghalia. Batata il dit 2500. Ah bon? Où est-ce que c'est? On va acheter. Qu'est-ce que tu veux dire 2500? Je vais aller. J'ai acheté le barah 5000, le double. On a fait un intage, on a fait un batata. هذه مانيش سامعة بس بيان سي سي فغي وري لي وين نروح نشري. صراحة كمواطنة جزائرية راكي تشوفي باللي المعيشة في الجزائر غالية ماشي رخيصة. غالية غالية ميزا باغ كيلكو تخوك تاع الالكترونيك سي تو سينو دون لونسومبل غالية سمحوا لي غالية. من الماكلة من الماكلة إلى اللي ماشي ماكلة غالية غالية. المعيشة مليحة رخيصة على الكيف. لابي تاعك تكفيك باش تشري كل. لابي تاعي تكفيني الحمد لله عندي طوموبيل هذيك كان ربي. انا يا جاي من الاوروب تما كي نشوف بارابول لي انايا تما نسمح لنفسي اي حاجه تعجبني نسمح لنفسي نشريها باسكو العمله انايا كي نجي لهنايا العمله بارابول لهنايا ما نحصلهاش او ميم طون من كيفاش نقولوا جو مي رون با كونت نجي نصرف ما نحوش باسكو انا راني فاكونس جاي نصرف. مي في الواقع كاع كي نكون مع العائله تاعي نقصر مع العائله تاعي عندي خاوتي عندي عايشين هنا كي نشوف بارابور واش الخلاص تاعو وبارابور المعيشه يا عندي كالاش. يخلص 5000 اورو في فرنسا 200
ما تعيشاش في فرنسا، مي هنا يعيش كل برنس. وحنايا خمس زيلي. احنا خلص 5 ملايين سوا سوا، ما تلم ما تشري لوطو ما تشري سكنه ما دير والو، تاكل وصاي. اسما تاكلي تاكل وصاي، هذا ما كان صاي. يعني انت كي تشوفي فيها المعيشه غاليه؟ غاليه بيان سي غاليه، على حساب لاباي غاليه، على حساب لاباي غاليه. واحد اجنبي انه يصرف الدراهم ويجي هنا الجزائر يقدر يعيش برنس، يجيب 100 اورو ب 17 100، هو اودي 2000 اورو ثم 35 مليون ولا 37 مليون جزائريه لهنا يعيش ويقلب. تزيري لو كان تعطي له 35 مليون هنا خلاص برنس ويعيش برنس خلاص، ويشري طوموبيل ويدير الدار يدير كلش. والله المشكل في لاباي. بيصير في لاباي هي الدراسه في الجزائر شيء كما يقول لك مجاني، و والعلاج مجاني، وحقك في الساكن تديه مجاني، مي وسلع المدعمة تلقاها كما نقول لك ماشي رخيصة، ماشي موانشار بزاف، تلقاهاش بليوشار تلقاها موانشار، راك فهمني كيفاش. مي بصح شنو الأجنبي باريكزوم كيما نقولو شناوة دوك شنوي، كي تشوفو يجي يدخل الحانوت يجبد باكي تاع دراهم، نقعد حاير أنا بورمولي نقعد حاير، يشري كلش. تما هاد الاجنبي كي جا للجزائر راهو راح يستثمر لهنا نورمال، يشوفها صح بلي المعيشه رخيصه، يشوفها بلي المعيشه صغيره رخيصه. مي حنا كجزائريين غاليه رخيصه بالنسبه للدول الاجنبيه، راهي رخيصه وبليش باطل. وهم بيز دي سال يدرك عندنا سياحه كبرى حنا درك. بالنسبه للمواطن الجزائري، لا المواطن الجزائري ما تساعدوش، تساعد فئه معينه برك، طبقة راقية. مليح للسياحة باسكو السواح كي يجو وكلش رخيص ويصرفوا. يعني مليحة الحكومة كاني تدخل العملة. المعيشة تخرج على البراني، وما راهش شريا ما راهوش راح يدير والو فيها، باش نتفاهموا دوكا. الحليب 25 100 والخبز ب 1000، أنا الولية لو كان يرجعوا التدعيم هذا، الخبز يديروا ب 2000 ولا ب 3000، والحليب يديروا بسومته، ويزيد التدعيم هذاك اللي راهو يمدوا يستفيد منه اللي مرفه اللي لاباس به يستفيد من التدعيم. الدولة الدعم الزوالي اللي يدي 3 ملايين نزيدوا، وتنحي الدعم هذاك تنحيه تمدوا للزوالي. غالية المعيشة هنا. المواطن الأوروبي كيجي لهنا يعيش لابال في بارابور حنايا، حنا ما عندناش دوكا، حنا شهرية 3 ملايين واش عاد بهم؟ دير والو بها 15 يوم تروح. خلاص ما تكفيناش 400 500 الف والله ما نعرفها وين تخرج، وين نهار كامل والله غير من الصباح للي يجي هذا يجبد، يجي المراه تجبد وبالسيف ما كاش، لازم نهار خص صابون نهار خص كذا نهار تعطي لك رافي طيما تاع الدار، عندك مينيموم 400 500 ميل، غدو من داك تقول لك الخضره، غير غدو من داك تقول لك ما عندهاش حوايج كذا، غدو من داك تعاود تولي للرافي ويا رايحه امبوسيبل. لازم لك مينيموم 6 ملايين 7 ملايين في الشهر باش يخلص جملين تاع رحم باباك دوك انت باش يلاقي. الانسان كي يعود يخلص مليح ولاباس به وكاين له ماهيش غاليه على كل حال، مي انسان اللي يعود ما يخلصش مليح لا وتعود شويه الشهريه نتاعو ناقصه واللي لا غالب عليه ها سي نورمال تجيه غاليه. تما تولي للشهريه. تولي للشهريه الشهريه الناس مش يخلصوا مليح، كاين لابيبار تاع الناس ما يخلصوش مليح. تجيهم صعيبه. تجيهم صعيبه المعيشه شويه. Je connais quelqu'un de la famille تاع راجلي. Alors الخلصة تاعهم تبان قليلة en France، بصح كي يقلبها ويجي لهنايا يقلب لوغو تاعو يربح أكثر من هذاك اللي ساكن هنايا ويخلص هنايا. تجيه كلش رخيصة، يجوزوا هنا لي فاكونس تاعهم كوم دي غوا. يشوفوا واش يحبوا، حنا اللي ما نشوفوش واش نحبوا.